السلام عليكم. السلام عليكم. في عندنا مسابقة رمضان تشاركوا فيها يا أخي؟ مسابقة رمضان. رمضان؟ إيه؟ ما في مشكلة؟ ماشي صورت؟ هو إيه السؤال الأول؟ لماذا سميت سورة البقرة بهذا الاسم؟ سورة بصد. البقرة بهذا الاسم؟ طبعاً عشان قصة البقرة الموجودة فيها. عشان قصة البقرة الموجودة. أحسنت. تفضل سلمه. تربح معنا جائزة من بيت السوري مقدمة بقيمة 15% إن شاء الله. مبروك، رمضان مبارك علينا وعليك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. في عنا مسابقة رمضان شاركنا فيها أخي، إيش رأيك؟ سؤال سهل بس أصور، معلش عندك مهمانة. السلام عليكم. اسم الكريم مصعب. على رأسي يا أخي. مصعب، ما اسم والد النبي عليه الصلاة والسلام؟ محمد بن عبد الله. وأمه؟ خديجة. آمنة بنت وهب. نسأل الشباب، يا توم الشرع النبي؟ توم؟ شلون؟ توم؟ توأم؟ لا اللهم صل على سيدنا محمد، يشبه التوم. حافظين سورة قل هو الله أحد. حافظين قل هو الله أحد. سانتو اسمك انت حفظان صوت قل والله واحد. ايه يلا. قل له كفوا احد. الامام بالصلاه محمد وخالد. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. وهي هي هديه اخي مقدمه من البيت السوري. شكرا. ان شاء الله رمضان مبارك علينا وعليك، والله يخلي لك الشمعات. شكرا. نحافظ عليهم لان هدول امانه. السلام عليكم. تفضل. يعني مسابقة رمضان تشارك فيها؟ طبعا. معاش صورة؟ 100 ألف. أسئلة سهلة لصعبة؟ سهلة. شو معلوماتك بالدين؟ معلوماتي بالدين كويسين. كويسين؟ لا كويسين. أبو عمر اسأله أنت السؤال. تفضل. أبو النبي صلى الله عليه وسلم ما هو اسمه؟ عبد الله. وأمه؟ أمه آمنة. وأول زوجة؟ أول زوجة خديجة. اللهم صل على سيدنا محمد. تفضل تستحق. استحق الهدية من البيت السوري. تفضل مقدمة بقيمة 15%. اشتريت لها لسه 15%. ها شايف شو جيت على السريع. ما في لعب. الله يتقبل يا رب. الله يتقبل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عم بحضرك من هون. والله على راسي. الله يبارك فيك يا رب. روحي سؤال. تفضل. من صعب لان هذا شيء في الغاية. طيب ماشي. من هو الصحابي الذي نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجر الى المدينة؟ في صحابي نام بفراش النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر النبي الى المدينة. ابو بكر. تذكر. ما هاجر معه. بقي في فراشه نائم. نام مكان النبي عليه الصلاة والسلام. أبو بكر هاجر مع النبي. هاجر. أبو بكر هاجر. في شاب بقي في. خيو بكون ابن عمه كمان. عم بسهل لك إياه. الله. ما بيقدر أقول لك اسمه بقى. هو سيدنا علي بن أبي طالب الله يرضى عنه. من غير لك سؤال أنا ما خلص. من غير السؤال. ما سبب تسمية سورة البقرة بالبقرة؟ اقرأ قرآن انت شيء صراحة. اقرأ بس ليش تقرأ. ليش سموها قرأت سورة البقرة؟ ما فتح تفاصيل. قرأت سورة البقرة. ايش موجود بقلبها؟ ايش موجود؟ في قصة مشهورة كثير فسميت على اساسها، شو هي؟ والله طيب راح اغير السؤال. تمام. المشكلة سميت بالبقرة اني موجود اني ذكرت قصة البقرة فيها. بس سهل. سؤال غيره يلا. في لماذا سميت سورة الفيل بالفيل؟ سورة الفيل. الله يجزيك خير. والله ما أعلم. اللهم صل على سيدنا محمد. والله ما طب اقرأها. حفظنا سورة الفيل. حفظنا سورة الفيل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى كيف فعل؟ ألم ترى أصحاب الفيل. ألم يجعل كيد. لماذا سميت سورة الفيل؟ لأني بتحكي عن الفيل. أعطيه جائزته. لاني عبي اقرا لنا اياها. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الم ترى
كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل ورماهم وأرسل إليهم وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. أحسن، صدق الله العظيم. ليش سميت الفيل؟ لأني ذكرت يعني ذكر الفيل. قصة الفيل اللي بده ذكر الفيل فسميت الكعبة قصة الفيل اللي هدب وقت بده يهد الكعبة. فالله عز وجل أرسل إليهم طيور قضت على الفيلة وقضت على جيش أبراهام الحبشي. تقبل الله منا ومنكم حبيبي، لا تنساها ها. والبقرة كذلك ذكرت قصة البقرة في سورة البقرة عشان ما تنساها، لأني قصة البقرة ذكرت سميت سورة البقرة. أنا قرأها بس ما جد أحاول أفوت بالنهاية. بس أحسنت أحسنت، برافو عليك، بالتوفيق حبيبي. السلام عليكم. تعال نشوف هاي الشباب. السلام عليكم. في عنا مسابقة رمضان بتشاركوا فيها؟ سؤال سريع هيك خفيف من ريح. السؤال؟ بسألك سؤال كويس، أصورك أول؟ سؤال خفيفة، بدي أربحك. بسم الله الرحمن الرحيم، اسم الكريم؟ يونس. يونس، على راسي يا يونس. يونس، ما اسم والد النبي عليه الصلاة والسلام؟ أبوه. أبو النبي صلى الله عليه وسلم. عبد المطلب. هداك عمه. محمد ابن عبد الله بن عبد المطلب. أحسنت أحسنت أحسنت. وأمه أيوة إيه إيه أولى إيه إيه آمنة إيه صح. أحسنت آمنة بنت وهب. أحسنت أحسنت أحسنت. بنعيد، من هو والد النبي عليه الصلاة والسلام؟ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. وأمه آمنة بنت عبد بنت عبد لا بنت عبد المناف بنت عبد المناف. تمام. محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. ابن عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم اسمه عبد المطلب، لازم ما تنسى المعلومات. عمه ابو طالب. عمه ابو طالب وجده عبد المطلب. فستان يلا سلم. هاي هدية اخي، مبروك. رمضان مبارك علينا وعليك. والله يتقبل. السلام عليكم. هاي الاخوان، السلام عليكم. السلام. في عنا مسابقة رمضان بتشاركوا فيها يا عمي؟ سؤال هيك سهل على السريع ديني، ايش رايكم؟ يتفضل. بتشاركوا؟ بتشاركوا. معش اصور؟ بتصور يا اخي ما في. الله يبارك فيك يا رب. اسم الكريم؟ اسم خالد طعان. على راسي يا عم خالد، الله يحفظك. عم خالد، ما هو اسم جد النبي عليه الصلاة والسلام؟ عبد المطلب. لا تتردد. ايه عبد المطلب. احسنت. طب ابوه، ابوه للنبي محمد بن محمد ابن عبد المطلب. ابن عبد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. احسنت يا عم. ام النبي عليه الصلاه والسلام، انا ربحتك خلص. ام النبي امنه. احسنت، امنه بنت وهب. الله يرزقك يا رب. رمضان مبارك علينا وعليك. وهي هديه من بيت السوري. الله يتقبل يا سلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عربي؟ عربي. بين عليك من سمارك. عم بصور انا، معليش. في عنا برنامج رمضاني بتشارك فيه؟ بتشارك؟ اكيد عندي اصور. ها احسنت. اسمي الكريم؟ عمار. اهلين يا عمار. عمار، ما هي اصغر سوره في القران الكريم؟ كوثر. احسن. بتعرف تقراها؟ حفظانه؟ تفضل قراها. بس يلا اول كلمه بس نعطيناك الكوكب فصل ربك وانحرف. مثل عادي. بسم الله الرحمن الرحيم. عيد يلا. بسم الله الرحمن الرحيم، نعطيناك الكوكب فصل ربك وانحرف نشانيك هو الاضاءه. احسنت احسنت احسنت. الله يبارك فيك. وهي جائزتك من البيت السوري. مبارك ان شاء الله، ورمضان مبارك علينا وعليك حبيبي. الله يتقبل يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. انا مسابقه رمضان شارك ما صورت. عادي. الله يسلمك. اسم الكريم؟ يوسف. والنعم يا سيدي يوسف. ما هي السورة التي ثوابها إذا قريناها ثلاث مرات ثوابك كأنك ختمت المصحف، كأنك ختمت القرآن الكريم؟ سورة الإخلاص. أحسنت. اقرأ لنا إياها. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. أحسنت، بارك الله فيك. والله منين حضرتك؟ أنا من رقة. والنعم يا سيدي. والنعم والله. وهي هدية من البيت السوري. الله يتقبل، ورمضان مبارك علينا وعليك. جزاك الله خير. الله يسلمكم يا رب. الله يسلمكم. السلام عليكم. الله يتقبل يا شباب. السلام عليكم. ما هي السورة التي تعدل ثلث القرآن؟
يعني إذا قريتها ثلاث مرات كأنك ختمت القرآن كاملا. قل هو الله أحد. تمام قرأنا إياها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحسنت. بارك الله فيك. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. تقبل الله منا ومنكم. هاي هدية من البيت السوري. والله يتقبل إن شاء الله جميعا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أنت عربي؟ والله عربي. ماشي أبى أصور ها. في عنا سؤال رمضاني بتشارك فيه؟ الله شلون؟ الله يبارك فيك. منين حضرتك؟ من دير الزور سوري. والنعم يا سيدي. أهلا وسهلا فيك. اسم الكريم؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن. عبد الرحمن. من هو الصحابي الذي ذكر في القرآن الكريم؟ محمد عليه الصلاة والسلام. الصحابي الذي ذكر اسمه في القرآن الكريم. هو صحابي واحد. أقول لك أعطيك كم خيار؟ أعطيني. أعطيك خيارات. زيد بن حارثة. زيد بن حارثة. أو أبو بكر الصديق أو عمر بن الخطاب. زيد بن حارثة. أحسنت. أحسنت. الصحابي الذي ذكر اسمه في القرآن الكريم. وبتربح معنا هدية من البيت السوري. والله يتقبل منا ومنك يا حبيبي. رمضان مبارك علينا وعليك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. في عنا برنامج رمضان عم يتشارك فيه. إيه مو غلط. معرفش إذا صورت. عادي ما مشكلة. الله يتقبل يا رب. عمي سؤال خفيف شوي. تفضل. ما هي أصغر سورة في القرآن الكريم؟ إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. كيف ما أحلاها؟ ربحوا جائزة بعد إذنك أول شيء وبعدين نسألك سؤال هيك أصعبه شوي. معليش. ما في مشكلة. من هو الصحابي الذي ذكر اسمه في القرآن الكريم؟ الصحابي الذي ذكر اسمه في القرآن الكريم هو زيد بن حارثة. زيد بن حارثة. أي اللهم صل على سيدنا محمد. الله يتقبل يا رب. الله يتقبل يا رب. خلاص وحدي ربح جائزته. ربح ما مشكلة. بدنا بس عشان ندردش معه شوي. إذا بدك الصعب. أصعب أكثر؟ صعب إن شاء الله أنه نكون قادرين على. الله وصلنا. نحن مشان نفيد المشاهدين ها. أكيد فائدة للجميع. الله صلى على سيدنا محمد. والثقافة الدينية. تفضل سؤال. من هو الصحابي الذي نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجر؟ سيدنا علي بن أبي طالب. الله أكبر. الله عنه. الله أكبر. بسم الله ما شاء الله عليك يا عم. اسم الكريم عمي؟ الاسم علي إبراهيم الديكر من حلب مدينة منبج. والنعم يا عم. أهل منبج يا أخي. ربعكم. أبو جابر ابن عمي. والنعم يا عم. والنعم يا عم. حياك الله. والله يتقبل يا رب. حياك الله. ورمضان مبارك علينا وعليك يا عم. الله يبارك. السلام عليكم. ووفقكم. الله يحفظك. الله يبارك. الله يكرمك. السلام عليكم. اسم الكريم؟ عبد. على راسي يا عبد. عبد ما اسم والد النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو محمد بن عبد الله. محمد بن عبد الله. وأمه؟ آمنة. آمنة بنت وهاب. أحسنت. بارك الله فيك. منين حضرتك؟ أدلب. من أدلب. والنعم يا سيدي. وهي جائزة مقدمة من البيت السوري. إن شاء الله الله يتقبل منا ومنكم. الله يعزك يا عم. الله يبارك فيك. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اسم الكريم؟ إياد. على راسي يا إياد حبيبنا. إياد سؤال سهل كتير ده أسهل لك يا لأني أنت شاب محترم وطيب وحباب. روحي ما هي أصغر سورة في القرآن الكريم؟ سورة الكوثر. أحسنت. قرأنا يا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله ما شاء الله. صايم. بارك الله فيك. بارك الله فيك. الله يتقبل يا رب. هاي هدية من البيت السوري أخي. لا خذها وإنت بتوزعها على كيفك. إن شاء الله ألف مبروك. رمضان مبارك. نحن بس مشان المشاركة ليس إلا يعني مشان نشر الخير فقط يعني. يلا. بسم الله. اسم الكريم؟ اسكندر يوسف. اسكندر. على راسي يا اسكندر. اسكندر ما اسم والد النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ محمد بن عبد الله. شفت شلون سهل؟ صعب شيء؟ لا سهل جدا. طيب وأمه؟ أمه آمنة. آمنة بنت وهاب. أحسن. سهلت الأسئلة لأني شاب كثير أكاد. معلش زود العيار درجة. الله يحفظك. هلا أنت ربحت الجائزة هاي. تمام. أي سلموا إياها بعد إذنك. هاي جائزة من البيت السوري. من البيت السوري مقدم إن شاء الله بالهنا. تمام. السؤال الثاني لماذا سميت سورة البقرة بهذا الاسم؟ سهلت السؤال أستاذ نور. الله هو سهل معلش. بالنسبة لبقرة بني إسرائيل. يا سلام. أحسن. عليك. يا سلام عليك. أحسن. أطأ الأكثر؟ جمال. تمام. أطأ الأكثر؟
لا خلص. من هو الصحابي الذي ذكر اسمه في القرآن الكريم؟ بدك تسحب الجائزة. زيد. 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 زيد بن حارثة. يستحق الجائزة اللي جايبي الثانية. خلصت. احنا قلنا له مش بس كان كان بالتبني لرسول الله صلى الله عليه وسلم. احسنت عليه الصلاة والسلام. الله يبارك فيك. اسكندر. والله يتقبل منك ومنا ومنكم صالح أعمال. جميعا يا رب. السلام عليكم. الله يعطيكم العافية يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم.